ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من 9 أشهر، تستمر مأساة أطفال القطاع الذين يموتون قصفا وجوعا بحسب منظمات أممية ودولية. جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أطفال غزة وثقتها في الواقع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، التي أكدت في أحدث تقاريرها أن القطاع على عتبة فقدان جيل كامل من الأطفال بسبب الحرب. أشارت مديرة الإعلام والتواصل بالأونروا جولييت توما في منشور على منصة إكس إلى أن 600,000 طفل في غزة لم يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان جراء تحويلها إلى ملاجئ للنازحين. وركزت توما على أن استمرار تغيب أطفال غزة عن مقاعد الدراسة سيجعل من الصعب تلافي خسائرهم في التعليم. ووسط حديث في مركز الإحصاء الفلسطيني في آخر تقاريره عن استشهاد أكثر من 16,000 طفل منذ بدء الحرب، أشار تحقيق لخبراء أمميين في حقوق الإنسان إلى أن انتشار المجاعة في القطاع المحاصر تسبب في استشهاد عشرات الأطفال جراء سوء التغذية والأمراض. أما منظمة أنقذ الأطفال البريطانية فأفادت في تقريرها الأخير بشأن أطفال غزة بفقدان نحو 21,000 طفل جراء الحرب. وأشارت المنظمة المتخصصة في حقوق الطفل حول العالم إلى أن عددا كبيرا من أطفال غزة المفقودين عالقون تحت الأنقاض أو محتجزون أو مدفونون في قبور غير معروفة أو تائهون عن عائلاتهم. نتحدث إلى ضيفنا في القاهرة عدنان أبو حسن، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. سيد أبو حسن، يعني ليس القتل بالقصف أو الجوع أو سوء التغذية أو الفقد حتى، اليوم أطفال غزة محرومون من التعليم، هذه مأساة لا يجب لأي طفل أن يواجهها في أي مكان في العالم. نعم، للأسف الشديد هذا صحيح. يعني نتحدث عن مفخرة الفلسطينيين وهي التعليم، يعني نسبة الأمية في قطاع غزة لا تتجاوز 1% تقريبا. فلسطينيون يعتمدون على التعليم اعتمادا كبيرا وبالذات في قطاع غزة. للأسف الشديد سنة دراسية كاملة ذهبت الآن، وهناك سنوات أخرى تأتي بعد ذلك. في ظل هذه الأوضاع هناك خشية شديدة فعلا بأن يضيع مستقبل هؤلاء الطلاب. نتحدث عن 630,000 طفل سواء في مدارس الأونروا أو في المدارس الحكومية. يضاف إلى ذلك المأساة الذاتية الأخرى التي تتعلق بعمليات القتل اليومية، عمليات التشريد والتدوير. يعني هؤلاء الأطفال يقضون ساعات طويلة في البحث عن المياه لمساعدة أهلهم. يضاف إلى أن حوالي 90% من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية، ونسبة كبيرة منهم أيضا يعانون حتى أمراض مثل فقر الدم بدأوا يعانونها. هناك نسب أيضا مهمة من الأطفال يموتون ولا يتم التبليغ عنهم بالمناسبة. يعني ثقافة التبليغ عن الموتى تتعلق بالعمليات العسكرية، من يقتل ويجرح أثناء عمليات القصف، ولكن هناك العديد يموتون، الأهل يدفنونهم بأسباب مختلفة، إما أمراض أو سوء التغذية، بسبب عدم توفر أي أسس من سبل الحياة في قطاع غزة. لذلك العملية مركبة، لا تتعلق بالتعليم فقط، ولكن التعليم تتعلق بانهيار صحي كامل. يعني هناك الأطفال ما بين سن الثانية وخمس سنوات نسب سوء التغذية القاسية، النسب القاسية حوالي 30%، وهذا يعني أنهم إن لم يتوفوا بأنه ستصاحبهم إعاقات ذهنية وجسدية مدى حياتهم. نعم. فعلا نتحدث عن جيل بأكمله، جيل كامل مهدد بالضياع. نعم. طيب بالنسبة لموضوع التعليم سيد أبو حسن، هل الموضوع مرتبط فقط بعدم وجود مدارس، مدارس الأونروا تحولت إلى مراكز إيواء وحتى هذه المراكز تقصفها إسرائيل، هل الموضوع مرتبط بذلك أم هناك ربما حلول لقصة التعليم هذه 600,000 طفل؟ نعم، للأسف الشديد أنه نحن لدينا حوالي 290 مدرسة في قطاع غزة، حوالي 60% أو 65% من هذه المدارس دمرت أو أصيبت بأضرار متوسطة أو مختلفة. يضاف إلى ذلك من تبقى من هذه المدارس يسكن بها مئات الآلاف من الفلسطينيين. يعني لو قررنا الآن على سبيل المثال أن نبدأ عملية تعليمية، من سيخرج هؤلاء الناس من المدارس التي تعتبر الآن مراكز إيواء؟ لذلك لا مكان لهم. ولكن نحن لن نصمت ولن نصبر أكثر من ذلك.
يعني هناك عام مضى، هناك خطة سنبدأ بتنفيذها مع الشركاء خلال الأسابيع القادمة، قد يكون أقل بالنسبة للعملية التعليمية. فلنبدأ كما بدأ الفلسطينيون في عام 1948. سنعيد التاريخ مرة أخرى في الخيام، في مراكز الإيواء، في الشوارع، في كل مكان. الآن لن يكون هناك تكرار لما حدث في العام الماضي، في ضياع الجهود في العام الماضي. كلنا كنا منشغلون في إبقاء الناس أحياء. هذه هي المهمة الرئيسية، ولكن يبدو أن الأمور ستمتد أكثر. نأمل أن تنتهي الحرب غدا، وحتى لو انتهت الحرب غدا أيضا، أين سيذهب هؤلاء الطلاب؟ ولكن لدينا، بدون الدخول في تفاصيل، سيتم الإعلان عنها قريبا، سيكون لدينا خطة للبدء في عملية تعليمية، نشاطات لا منهجية، نشاطات منهجية. هناك خطة يتم العمل عليها وسيتم تطبيقها قريبا. طيب هذا خبر جيد على الأقل وسط كل هذا الدمار والخراب والموت. على ذكر الشركاء الدوليين سيد أبو حسنة، نتابع على شاشة قبل قليل مؤتمرا يواصل عقده لدعم الأونروا موجود في نيويورك، وتحدث مراسلنا عن دعم كبير للأونروا من قبل 118 دولة في العالم. هل أنتم متفائلون بنجاح هذا المؤتمر وبلورة هذا الدعم السياسي والمعنوي إلى دعم مادي تحتاجونه؟ الدعم السياسي للأونروا هو دعم حاسم، وهذا الحضور الكبير والكلمات التي ألقاها السيد غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، السيد لازاريني رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتحدثون، هي كلمات جيدة وتؤكد أن لا بديل عن الأونروا، وكل المحاولات لاستبدال الأونروا، تصفية الأونروا، لن يكتب لها النجاح. ولكن نحن نتطلع لترجمة هذا الدعم السياسي الكبير والغير مسبوق إلى عملية دعم حقيقي عبر تمويل الأونروا، لأن الأونروا ما لديها من تمويل بصراحة هو لنهاية شهر أغسطس، وبعد ذلك سنكون أمام مشكلة كبرى. لذلك هذا المؤتمر مهم. لا أعرف حتى الآن كم هي التعهدات، يعني خلال الساعات والأيام القادمة سنعرف تماما ما الذي حدث، من تبرع، هل هي تبرعات جديدة، هل هي تبرعات قديمة، وهكذا. سيد أبو حسن، هذا كلام مهم، قلت إن تمويل الأونروا ينتهي نهاية الشهر المقبل. نعم، هذا صحيح، لن يكون لدينا تمويل نهاية شهر أغسطس. يعني أنا لا أريد أن أتحدث بلغة تشاؤمية، ولكن دعني أقول كالتالي: هناك اشتراطات. يعني هذا المؤتمر اليوم، مؤتمر التعهدات، سيتضح من خلاله ما هي حجم التعهدات الجديدة، هل هناك تعهدات جديدة أم لا. هناك أيضا مواعيد يلتزم بها المانحون. إذا كان هناك التزام من المانحين بالفعال في مواعيدها وتمويل جديد، من الممكن أن نستمر. وهنا لا نتحدث عن غزة بالمناسبة، عندما نتحدث عن 6 ملايين فلسطيني يستفيدون من الأونروا في غزة والضفة ولبنان وسوريا والأردن والقدس الشرقية. نعم، شكرا جزيلا. عدنان أبو حسن، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.